السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بأسرتي مرة تانية في تاني يوم من أيام رمضان. أسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم ليلة القدر، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار، وأن يغنمنا أعظم هدف وأجمل لذة وأعظم متعة، الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب، ويمتعنا في الجنة برضوانه والنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تعالوا نتعايش مع الجو الجميل اللي في وقتها نزلت سورة البروج، ونزلت قصة أصحاب الأخدود من خلال السورة ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجو كان مشحون جدا، النبي عليه بيقولهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بعض الناس آمنت والباقي كله عمال يعذب فيهم، فالجو كان مشحون والناس عمالة تتقطع ويتعذب، واللي بيموت واللي ايديه بتتقطع، واللي يعني عذاب شديد جدا جدا لا تتخيله. في هذا الوقت كان في أسرة عذبت عذابا لا يخطر على قلب بشر، أسرة عمار بن ياسر. عمار بن ياسر كان هو وأمه وأبوه بيتعذبوا، وسبحان الله يعني عذاب لا تتخيله، لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بحاجة كده عجيبة جدا. كانوا هم بيتعذبوا يمر على الأسرة دي بالذات، وكما ورد عند ابن سعد وهو صحيح بشواهده، ويقول صلى الله عليه وسلم: أبشروا آل عمار، أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. يا الله، لأن رواية صبرا آل ياسر رواية ضعيفة، إنما أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. تخيل حضرتك لما تكون يعني ربنا يعافينا عافيك يا رب بتعذب، ومين اللي عدى عليك؟ مش بقى واحد داعية معروف ولا واحد حبيبك، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم، ومعد عليك ومش بيقول لك اصبر، بيقول لك ابشر موعدك الجنه، ان شاء الله انتوا الثلاثه معايا في الجنه. بالله عليك تصبر ولا ما تصبرش؟ لا اصبر، ده انا اقول لهم يعني زودوا بقى العذاب زي ما انتوا عايزين، خلاص انا مش حاسس بحاجه. وهي دي المساله اللي فعلا كان اسباب ثبات هذه العائله الطيبه المباركه، عائله ال عمار. عمار بن ياسر امه اول شهيده في الاسلام، ودي رساله بنبعتها لكل رجل قد النهاردة مش عايز تصلي، مش عيب ان هي تكون اول شهيدة في الاسلام امرأة وانت لحد الان بتعق امك وابوك، مش عيب ان انت تبقى اول شهيدة في الاسلام امرأة واخويا وحبيبي لحد الان لسه مش قادر يفرط في الجيرل فريند بتاعته. معقولة الكلام ده؟ دي رسالة لكل شاب. والرسالة التانية لكل اخت، معقولة اول شهيدة في الاسلام امرأة ضحت بنفسها وبحياتها واستشهدت في سبيل الله سبحانه وتعالى وانت مش عايز تلبس حجاب؟ دي رسالة كده بسيطة كده على هامش السيرة زي ما بيقولوا يعني. فأم عمار أول شهيدة في الإسلام، يأتيها أبو جهل ويريد منها أن تقول كلمة الكفر وأن تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فتأبى فيطعنها في موطن عفتها فتموت فتكون أول شهيدة في دين الله سبحانه وتعالى. ثاني واحد اتقتل بعدها على طول يعني من العائلة يعني ياسر والد عمار. فضل المشركين يعذبوه لحد ما الراجل مات، وكل ده قدام عينين مين؟ ابنهم عمار بن ياسر. تخيل حضرتك عشان تعرف قد ايه ربنا عافاك في دينك، قد ايه الاسلام جالك كده عجاهز ما شاء الله يعني، بس انت حافظ على دينك، مش مطلوب منك اكتر من كده، مطلوب منك اشياء بسيطه جدا لو عرضت على احد المشركين في عهد النبي لقبلها وهو يعني فرحان جدا ان يقبل على الاسلام، مجرد انت بتصلي وتصوم وتبر امك وابوك وتسبح وتذكر ربنا وتقرا القران، ده حاجات بسيطه جدا يا جماعه. الموضوع كان يعني كان حاجه يعني ثانيه صعبه جدا جدا، كان الواحد فيهم بيضحي بحياته ببلده بداره باولاده بزوجته بكل حاجه عشان يبقى موحد، عشان يفوز بنعمه التوحيد وانه يبقى راجل مسلم. انت النهارده المساله بالنسبه لك اللهم لك الحمد على نعمه العافيه. فسبحان الملك، فعمار بن ياسر شايف امه اتقتلت قدامه، ابوه اتقتل قدامه، هو اتعذب عذاب شديد جدا لدرجه ان اكرهوه على ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وغصب عنه سب النبي ورايح للنبي. وشوف بقى حال سيدنا عمار بن ياسر، انا عمال بقول لك بس على الجو المشحون اللي كان بسببه جت قصه اصحاب الاخدود. عمار بن ياسر رايح للنبي وهو بيبكي كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، يبكي يقول له يا رسول الله يعني ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم وقال: فكيف تجد قلبك؟ هم خلوك تعمل كده يا عمار، لكن قلبك عامل ايه؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: فإن عادوا فعد. لو قالوا لك قول كده تاني قول، أنا بقول لك قول،
لو قالوا لك تقول كلمة الكفر من وراء قلبك قولها بس عشان تنجو من العذاب، والفتنة أشد من القتل. فالمهم فنزلت سورة البروج في هذا الجو المشحون. ده خد بالك من حاجة كمان، ده مش الصحابة بس يا جماعة اللي اتأذوا، ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم اتأذى. رمي سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ورمي التراب فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي النبي، ودبرت 9 مؤامرات لقتل النبي. حد يصدق نهر الرحمة وينبوع الحنان؟ بدل ما الناس يعني هو عايز منهم ايه صلى الله عليه وسلم؟ لا عايز لجاه ولا ملك ولا مال ولا نساء ولا اي حاجة. هم عرض عليه الكلام ده كله، فقال لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر فلن اتركه حتى اهلك دونه او يبلغها الله عز وجل. في اكتر من كده ثبات ما بعده ثبات. ورغم ذلك وهم عارفين النبي عليه الصلاة والسلام مش عايز دنيا ولا عايز جاه ولا عايز منصب ولا عايز اي حاجة، ورغم ذلك كفروا. وكانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة الصادق الأمين، وما زال يسمى بالصادق الأمين. والدليل على كده أن حتى بعد البعثة ورغم عدائهم للنبي، كان لما أبو جهل يكون عنده أمانة مثلا عايز يشيل عند حد، مش معقول يروح يشيل عند أبو لهب لأنه هيأكله، يعني فهم إزاي؟ ولا أبو لهب يشيل عند عقبة بن أبي معاوية لأن هم يعني الطرق على أشكالها تقع، لكن لما يكون عنده أمانة يروح يشيلها عند سيد الأمناء، عند سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه خلى علي بن أبي طالب في ليلة الهجرة ينام مكانه. ليه؟ عشان أمانات الناس تردها لهم. يا علي يا فلان دي الأمانة بتاعتك اللي انت شايلها عند النبي، اتفضل أمانتك، وانت يا فلان خذ الأمانة بتاعتك. وإلا ما كانش فيه أصلا أي لازمة أن علي ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دبرت 9 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون، وطرد من مكة صلى الله عليه وسلم، وخرج من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. في الجو المشحون ده بقى كله تنزل سورة البروج، كأنها بتقول للمؤمنين من الصحابة إن كنتوا تأذيتوا ففي أمم من قبليكم اتأذوا أذى أكثر من الأذى اللي اتأذيتوه، وصبروا وثبتوا وختمت لهم بخاتمة أهل السعادة على التوحيد والإيمان، فاصبروا واثبتوا. الله، تنزل سورة البروج تسمع قول المولى عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله، تنزل الآيات بلسم على قلوب الصحابة. زي ما تأذيته يا ما ناس اتأذت، وزي ما ثبتوا لازم تثبتوا، لازم تعرفوا قدر هذا الدين.
كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عشان كده بقول لك قصة أصحاب الأخدود دي أنا اخترتها أول قصة، قصة الثبات، قصة العزة، قصة الاستعلاء على زخارف الدنيا وعلى متع الدنيا وعلى متعها الزائل، قصة التضحية والبذل والعطاء والجود، الله، قصة الإيثار، قصة حمل هم الدين، قصة بني آدم مسلم عاش لدينه بس، إنسان عاش لعقيدته بس، إنسان عاش لله بس، الله، عايزين نعمل زيه. وده مش راجل كبير، ده صبي صغير يا جماعة، يعني كبيره قوي يكون عنده 9 سنين، هيقدم نموذج للأمة الإسلامية. النموذج ده نموذج عالي قوي قوي، لو كل مسلم حمل الهم هم الدين ده زي ما الطفل دوت الصبي ده حمل هم الدين لكانت الأمة دي أعظم، وهي أعظم أمة، لكن يعني لكانت الأمة لها السبق في هذا الزمان الذي تأخرت فيه الأمة كثيرا عن ركب الأمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فدي كانت تسلية للصحابة، ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل لهم هذه القصة، لأن القصة مش مفصلة في سورة البروج، لكن القصة مفصلة تماما ومفصلة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعمة التسلية يا جماعة نعمة عظيمة جدا. ولذلك لو تذكر حضرتك لما ذكرت لك قبل كده قصة الخنساء، الخنساء رضي الله عنها وارضاها قبل الإسلام كان لها أخ كافر اسمه صخر، فلما مات صخر يعني حزنت عليها حزنا شديدا وقالت والله لأملأن الدنيا بكاء وعويرا على صخر، وكانت تقول بيوت الشعر، بيات الشعر اللي انت عارفينها اللي هي يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هي نفس يعني نفس الإنسانة ديت ونفس الأخت الفاضلة دي الخنساء رضي الله عنها وارضاها، هي تحولت بنسبة 360 درجة بعد أن أسلمت، بعد ما كانت بتملى الدنيا بكاء وعويل على واحد كافر مات، لا ملت الدنيا كلها تضحية وبذل وعطاء لأربعة من المؤمنين الموحدين أولادها الأربعة في يوم القادسية، قالت لهم تعالوا والله إنكم لأبناء رجل واحد، والله ما خنت أباكم ولا هجنت نسبكم، وإني لا أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا حضر الجهاد يا أبنائي، فإذا حضر الجهاد فتكفنوا وتحنطوا وأخلصوا في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فإني أحتسبكم عند الله. يدخل الأربعة يتكفنوا ويتحنطوا ويدخلوا يجاهدوا، ولما واحد فيهم كده يتقاعس يقول انت الا تذكر ما وعدنا به امنا، ويدخل ويجاهد ما شاء الله حتى قتل الاربعه. ويجي احد الصحابه يهني الخنساء باستشهاد اولادها الاربعه يقول هنيئا لك لقد ماتوا جميعا، فقالت الحمد لله، عمرك شفت ام بتقول الحمد لله؟ انا شفت في فلسطين، والله كان بعض اللقطات الجميلة والعجيبة جدا اللي كنت أشوفها من أهل فلسطين، ربنا يفرج همهم وهم إخواننا في العراق وفي كل بلاد الإسلام. شفت بعض المناظر العجيبة، أم وابنها يعني إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يكون في عتاد الشهداء في يوم ما قتل بالرصاص الغدر اليهودي، وهي رايحة عشان يدفن بتقول له مبروك عليك يا حبيبي وعبال أخوك الثاني. يا الله، فرحانة باستشهاد ولديها وتقول له عبال أخوك الثاني، وبعدين وهو بينزلوه بتقول له مبروك يا عريس ليلة زفافك، أول ليلة في زفافك وانت داخل قبرك يا حبيبي، ودمعتها نزلة على خدها يا الله على فرحة الأم باستشهاد ولديها. فلما ماتوا قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعمة التسلية ديت بقى لأنها نعمة عظيمة جدا جدا يحرم منها أهل النار. تعرف حضرتك لما يكون واحد مصاب بمرض شديد، لو هو قاعد في البيت لوحده يشعر بألم المرض فوق ما تتخيل، لكن لما يروحوا بيه المستشفى ويخش عنبر يلاقي فيه 30-40 واحد مصابين بنفس المرض بل أشد، يلاقي ده بيتأوه وده بيصرخ وده بيتألم وده، فيقول لا ده الحمد لله ده أنا في خير الحمد لله رب العالمين، فيحدث عنده التسلية يتسلى. واحد أمه ماتت فيبص فيقول ما كل الناس اللي حواليه أغلبهم أماتهم ماتوا، واحد ابنه مات يقول ما في كتير مات أولادهم، فيتسلى. نعمة التسلية دي يحرم منها أهل النار. أهل النار ربنا عافينا عافيكم يا رب وإجمعنا وإياكم في الدرس الأعلى إن شاء الله. أهل النار لما يدخلوا النار إيه اللي بيحصل؟ في عذاب حسي وعذاب معنوي. العذاب الحسي كلنا عارفينه،
الغستين والغصاق والحميم يعني والصديد والزقوم واشياء ربنا عافينا عافيكم يا رب العالمين، ووديان من النار وعذاب في النار وقعر النار وحاجات كده، والمهاد من النار والفراش من النار واللبس من النار وشيء ربنا عافينا عافيه. لكن في عذاب بقى معنوي اشد من العذاب الحسي. ايه اول انواع العذاب المعنوي؟ كلما دخلت امه لعنت اختها. طب ده انتوا كفايه عليكم النار، هتخشوا كمان تتلعنوا في النار؟ يقعد ده يقول له انت السبب، انت اللي كنت سبب دخول النار، يقول له لا انت السبب، وده يقول له الله يلعنك، وده يلعن في ده. كلما دخلت امه لعنت اختها، وده هينجيهم من العذاب ابدا، ده هيزود العذاب عليهم، يبقى عذاب حسي وعذاب معنوي. النوع الثاني يعني كما قال الامام القرطبي في تفسير قول المولى عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، الف اذا اجتمع اهل النار من المنافقين والكفار المخلدين في النار وكان معهم عصاة موحدين. وبالك الموحد ده يعني ايه؟ لو ما تبشي قبل ان يموت فهو من في مشيئه الله، اما ان يعذبه واما ان يعفو عنه. فلو عذبه الله عز وجل ودخل هذا العبد النار فلا يخلد في النار موحد ابدا، وهذه عقيده اهل السنه والجماعه انه لا يخلد موحد في النار ابدا حتى لو نال قسطا من العذاب. فاول ما يدخل الموحدون في النار ومعهم بقى المخلدون في النار من المنافقين ومن الكفار والمشركين، فأول ما يدخلوا فالكفار يتريقوا على مين؟ على عصاة الموحدين. يعني شيء طبيعي يقول له سبحان الله، يعني أنتوا أسلمتم وإحنا كفرنا، واخد بالك؟ فما أغنى عنكم إسلامكم، ما كان من الأول كده تعيش حياتك يعني وتتمتع وكده كده إحنا في النار سوا يعني. فيغضب المولى عز وجل لهؤلاء الموحدين فيأمر الملائكة فتخرجهم من نار جهنم، ولا يبقى في النار إلا المخلدون، فتغلق أبواب النار السبعة ويصبح كل واحد منهم في واد مخصوص أو مكان مخصوص في النار، اللي هو بيسموه في الدنيا إيه؟ سجن انفرادي. سجن انفرادي وفي النار، يعني هو سجن انفرادي في الدنيا مع الأكل والهواء والشرب وكل ده عذاب، فما ظنك بقى لما يكون سجن انفرادي وفي النار؟ هنا بقى قول المولى عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لا ده في عذاب معنوي أصعب من كل ده بقى في النار. إيه ده؟ فوق ده كله في عذاب؟ أو والله عذاب معنوي أشد من كل ده. أصل العذاب المعنوي اللي فات ده إن لما الواحد فيهم يتسجن سجن انفرادي يظن إن كل أهل النار خرجوا ولم يبقى في النار إلا هو وحده، فطبعا عذاب شديد. لا ده العذاب الأشد من ده كله بقى أنهم يحجبوا عن رؤية وجه الله. ياه، هيتعذبوا العذاب ده؟ آه طبعا. طب هو ده عذاب؟ طبعا عذاب. انت مش متخيل يعني ايه واحد ما يشوفش ربنا؟ ده انت اصلا انت مش حاسس بالنعمه دي، انت مش حاسس بلذه النظر الى وجه الله. دي لذه ما بعدها لذه، انت لو استحضرتها مره كده ممكن تموت من الفرحه ومن السعاده. اقعد تخيل كده ان انت تنظر الى وجه الملك الرحيم الودود حبيبي جل جلاله، يعني ولله المثل الاعلى. تخيلت حضرتك مره كده لو انه واحد من اهل الدنيا يعني ولله المثل الاعلى، راجل ابن حلال وطيب وامير، كل يوم بيسيب لك تحت المخده 1000 جنيه. وانت هتقول مين يا جماعه اللي ساب ده؟ واحد ومش هنقول لك عليه. يا جماعه نفسي اشوف الراجل ده، مش هتشوفه. 5 سنين كل يوم يسيب لك 1000 جنيه تحت المخده ومعها كلمه رقيقه: الى اخي وحبيبي في الله من اخيك المحب لك في الله فلان الفلاني، وانت ما شفتوش. تخيل بعد 5 سنين وكل يوم بيسيب لك 1000 جنيه ومره واحده بيقول لك: يا فلان شايف الراجل ده؟ ايوه شايفه، هو ده اللي بيسيب لك كل يوم 1000 جنيه. يا خبر ابيض، ربنا يبارك لي في عمرك ويجازيك عني كل خير. شوف بقى فرحتك برؤيه هذا الرجل. انسى المثل ده، ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخيل بقى النعم اللي ربنا بيغدقها عليك ليل ونهار. أسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة، في نعم أنت حاسسها ونعم يقينا يعني أغلب النعم أنت مش حاسسها، وأنت خارج الصبح كده والشمس طالعة، دي مش نعمة؟ بس عمرك شكرت ربنا على نعمة الشمس؟ عمرك شكرت ربنا على نعمة الهواء؟ شكرت ربنا السنة دي إن أنت بلغك شهر رمضان؟ شكرت ربنا على نعمة السمع والبصر والتذوق والمشي والرجل والقلب والعقل ونعمة الإسلام ونعمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الهداية؟ فكرت تشكر ربنا على النعم الجميلة دي كلها؟ سبحان الملك، وقليل من عبادي الشكور. فأنت تخيل بقى حضرتك بقى لما كل النعم دي بقى تتجدد كل يوم، ما انت النعم دي مش حكر عليك، يعني مش اديتك البصر معاك من يوم ما اتولدت لحد ما تموت، لا ممكن تحرم من النعمة دي، فربنا بيجدد لك عقد النعمة كل يوم. فتخيل بقى لما
اقول لك هتشوفه، هشوف ربي حبيبي اللي اداني كل النعم ديت ولم يطلب مني مقابلا، بل لما طلب مني يعني الطاعه دي، فالطاعه دي ليا انا مش ليه هو، لان هو اللي قال كده كما عند مسلم قال جل وعلا: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فتخيل بقى لما يتقال لك هتشوف ربنا، يا قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله في حاد الأرواح: ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه عن أهل الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال على أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نزلت سورة البروج لتربط على قلوب الصحابة ولتربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت تسلية للصحابة، خد بالك، وذكر فيها قصة أصحاب الأخدود مجملة، وجاء التفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة قصة هذه القصة التي سنخصها عليكم هي من الإسرائيليات الصحيحة. إيه ده؟ في إسرائيليات صحيحة؟ آه، الإسرائيليات على ثلاث أنواع، منها ما يوافق الكتاب والسنة، خد بالك، وجاء من خلال سنة صحيحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي من خلال الوحي، إن ربنا يخبر جبريل إنه ينزل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة هؤلاء، زي إيه؟ زي حديث أصحاب الغار، وزي قصة الأقرص والأبرص والأقرع والأبرص والأعمى، وزي قصة صاحب جريج. هذه القصص كلها من الإسرائيليات الصحيحة التي جاءت بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني نوع يخالف الكتاب والسنة، فهذا مردود لا يحكى ولا نذكره أبدا. والنوع الثالث هو يعني ما لا يخالف ولا يوافق، هذا يعني إيه؟ يعني ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبون، واخد بالك. فهذا النوع يعني إيه ممكن نحدث عنه، ما فيش مشكلة. حديثنا بقى النهاردة إن شاء الله عن النوع الأولاني، اللي هو يوافق الكتاب والسنة وجاء من خلال سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ القصة، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قصة أصحاب الأخدود، إيه هي القصة دي يا جماعة؟ حصلت فين؟ وحصلت إمتى؟ وحصلت إزاي؟ ده اللي احنا هنعرفه من خلال النهاردة والحلقات اللي جاية إن شاء الله جل وعلا. كان الملوك زمان يا جماعة كان ليهم وضع كده مختلف شوية عن ملوك يعني العصر الحديث. كان الملوك زمان يعتمدون اعتمادا كليا على السحرة. الساحر ده هو اللي بيظبط كل حاجة، يبتدي يعمل أعمال سحرية للناس علشان تؤمن بهذا الملك، عشان تؤمن بهذا الملك. ما بيعتبروش الملك ده مجرد ملك، لا، بيعتبروه ملك وفي نفس الوقت إله يعبد من دون الله عز وجل. ويقنعهم الساحر بأن الرجل ده طبعا له أيادي وله كرامات وبركات وحركات، يعني إيه رجل بقى واصل يعني، ويبتدي يزبط له المملكة بتاعته. فكان الملك كمان يعتمد عليه في كل حاجة، مسافر الملك ده الساحر ده يزبط له ويشوف له الطالع والبخت وأنت والنجوم والكلام ده كله، وده كلام كله شرك بالله سبحانه وتعالى. ويبتدي يشوف له الكلام ده كله على أساس يقول له: لا أيها الملك ما تسافرش السفرة دي، هيحصل لك فيها مشكلة، والموضوع ده لا بلاش منه، الموضوع ده لا أعمله، جميل ما فيش مشكلة خالص، وهكذا. فكان الملك يعتمد اعتمادا كليا على السحر، وكان الساحر بقى يخدع الناس ويضحك عليهم ويقنعهم بأن الملك ده هو ده وما فيش غيره، ده هو اللي يناسبهم وهو ده الإله الذي يعبد ويسجدوا له، يعني عازم بالله ربنا عافنا فيك. قصة أصحاب الأخدود حصلت فين؟ حصلت في بلاد نجران اللي كانت زمان في اليمن. مين الملك اللي كانت القصة بتجري عليه القصة بتاعته ديت؟ اللي هو ملك اسمه ذو نواس، ملك اسمه ذو نواس. كان أهل نجران دخلوا في النصرانية. الكلام ده كان امتى يا جماعة؟ الكلام ده كان في الفترة ما بين عيسى عليه السلام وما بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ايه طبعا كان في الوقت ده الناس كانت تتبع الديانة النصرانية. فأهل نجران دخلوا جميعا في النصرانية، دخلوا جميعا في النصرانية. ذو نواس بقى تهود مع من تهود من أهل اليمن، خد بالك. لما لقى الشعب بتاعه دخل في النصرانية بدأ يقتل في الشعب، ها
ترجع عن دينك، ولا يعني ترجع وتبقى يهودي مثلا، عايز يبقى يهودي، ولا هتفضل على النصرانية؟ فإذا ثبت قتله، وطبعا الشعب كله ثبت. خد بالك بقى، الراجل ده قتل من الناس ديت في يوم واحد 20,000 واحد من الشعب. 20,000 واحد، خد لهم الأخاديد ورماهم في النار، فمن دخلها بفضل الله كانت عليه بردا وسلاما، لكنه مات، لكنه مات. فقتل 20,000 واحد في يوم واحد. لكن الراجل ده ايه اللي حصل؟ ما فيش بس غير واحد بس هو اللي قدر يفلت ويهرب، راجل واحد بس من 20,000، اسمه ايه؟ اسمه دوس ذو ثغلبان او ثعلبان على حسب القراءة. ذهب هذا الرجل الى بلاد الى قيصر ملك الروم، هرب طبعا من بلاد اليمن، ووصل لقيصر ملك الروم، واستعان به على انه ينقذ بلاد نجران من هذا الحاكم الظالم اللي هو ذو نواس. فبعت معاه، كتب الى النجاشي ملك الحبشة، وراح أرسل معاه مجموعة كبيرة جدا جدا من نصارى الحبشة، فبفضل الله سبحانه وتعالى أنقذوا اليمن من بطش هذا الحاكم الجبار، واستمر الملك في هذه البلاد على النصرانية 70 سنة. طبعا كان لسه الكلام ده قبل بعثة النبي عليه السلام، وإلا لو كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجد أي ديانة على وجه الأرض إلا لابد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن يسلم، لابد أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فلا حتى هو اللي قال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والمولى عز وجل يقول قبل ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين، إلا وأنتم مسلمين. فيقول جل وعلا يعني كما في الآية الأخرى، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم، ويقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى الإسلام هو الديانة الحق وديانة الديانة الخاتمة، والإسلام على فكرة هو ديانة جميع الأنبياء. وتقرأ بقى في يعني في القرآن الكريم كيف أن كل نبي كان على الإسلام. سيدنا يوسف عليه السلام: كنت توفني مسلما والحقني بالصالحين، إلى آخر الآيات، ولا يعني لا مجال ذكر هذه الآيات كلها. أقرأ في القرآن، تقرأ وتجد أن كل الأنبياء كانوا على ديانة الإسلام. شاهد في الموضوع، تعالى بقى نعيش مع قصة أصحاب الأخدود من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. زي ما قلت لك، كان الملوك في الوقت ده، في الوقت ده في الفترة دي، كانوا يعتمدون اعتمادا كليا على السحر. الغريب في الموضوع يا جماعة، على قد ما الساحر ده مهم جدا جدا بالنسبة للملك، إلا أنه في نفس الوقت ليس له أي قدر عند الملك، يعني في أي لحظة ممكن يقتله، ممكن يستبدله بساحر أفضل منه، واخد بالك؟ طيب هنشوف قصة أصحاب الأخدود، الوقت الحقيقة انتهى، فهنشوف قصة أصحاب الأخدود إن شاء الله، ونبدأ فيها إن شاء الله بالحلقة اللي جاية إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم جميعا. بالله عليك ما تنسى، لك دعوة مستجابة، تدعي لي وتهي لك، وربنا يغنمنا وإياك ليلة القدر، وربنا يغنمنا وإياكم إن شاء الله ألعتكم من النيران. بالله عليك اوعى تنسى انك تدعي لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير، واجتهدوا في القرآن وفي صلاة التراويح. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.